بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلابا وطالبات متابع الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات الدروس العربية للسنة الرابعة الثانوية. نرجو أن نقدم لكم كل ما هو مفيد ونافع لكم. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم وقتا ممتعا وسعيدا، وأنا مسرورة بلقائكم في هذه الحلقة. سنتكلم اليوم عن اسم المفعول في اللغة العربية وصياغتها المشهورة. أحبائي طلابي وطالباتي الأعزاء، لكل عمل هدف، لذلك قبل أن نبدأ الدرس اسمحوا لي بأن أبين لكم معايير درسنا اليوم. ففي نهاية الحلقة نرجو منكم الحصول على: أولاً، تعريف اسم المفعول. ثانياً، استخراج اسم المفعول للفعل الصحيح الثلاثي وغير الثلاثي من الجمل وتحديد أوزانه. ثالثاً، صياغة اسم المفعول للفعل الصحيح الثلاثي وغير الثلاثي من الأفعال المختارة. أحبائي الأعزاء، انظروا إلى الصورة على الشاشة. ماذا فعل الفلاح؟ نعم، زرع الفلاح الأرز. كلمة زرع هنا هو فعل، أما الزارع والفلاح. وأما الأرز ما باله الآن؟ نعم، لقد وقع عليه الفعل، فسنقول حتما الأرز مزروع. فكلمة مزروع هي اسم مأخوذ من فعل ثلاثي زارع، ودل على الحدث ومن وقع عليه الفعل، وهذا ما يسمى باسم المفعول. ننتقل الآن يا أبنائي إلى الصورة الثانية. ماذا فعل الولد؟ سنقول شرب الولد الماء. الولد هنا هو الشارب، أما الماء انظر ما باله. نعم، لقد وقع عليه فعل الفاعل وهو الولد، فأصبح الماء مشروبا، وسنقول الماء مشروب. فكلمة مشروب هي اسم مأخوذ من فعل ثلاثي شارب، ودل على الحدث ومن وقع عليه الفعل، وهذا ما يسمى باسم المفعول. ننتقل الآن يا أبنائي إلى الصورة الثالثة. ماذا فعل الطالب؟ سنقول أخرج الطالب القلم. الطالب هنا هو المخرج، أما القلم انظر ما باله. نعم، لقد وقع عليه فعل الفاعل وهو الطالب، فأصبح القلم مخرجا، وسنقول القلم مخرج. فكلمة مخرج
هي اسم مأخوذ من فعل غير ثلاثي أخرج، ودل على الحدث ومن وقع عليه الفعل، وهذا ما يسمى باسم المفعول. أحبائي الأعزاء، لننتقل إلى الصورة الرابعة. انظروا إلى الشاشة، ماذا فعل الولد؟ نعم، سنقول يرتب الولد السرير. كلمة رتب هنا وفعل، أما المرتب هو الولد. انظر، فالسرير ما باله الآن؟ نعم، لقد وقع عليه الفعل. سنقول حتما السرير مرتب، فكلمة مرتب هي اسم مأخوذ من فعل غير ثلاثي رتب، ودل على الحدث ومن وقع عليه الفعل، وهذا ما يسمى باسم المفعول. أحبائي الأعزاء، لننتقل إلى الصورة الخامسة. ماذا فعل الأب؟ نعم، أكرم الأب الضيف. كلمة أكرم هنا وفعل، أما المكرم والأب. انظروا، فالضيف ما باله الآن؟ نعم، لقد وقع عليه الفعل، فسنقول حتما الضيف مكرم، فكلمة مكرم هي اسم مأخوذ من فعل غير ثلاثي أكرم، ودل على الحدث ومن وقع عليه الفعل، وهذا ما يسمى باسم المفعول. أحبائي الأعزاء، والآن لكي نزداد فهما عن اسم المفعول، ننتقل إلى الأمثلة التالية في الجدول ونقرأها عدة مرات. والأمثلة تقول: الاحترام مطلوب، الفعل طلب، الوزن مفعول، الأثاث مصنوع، الفعل صنع، الوزن مفعول، الرسالة مكتوبة، الفعل كتب، الوزن مفعول، اليتيمة مسرورة، الفعل سر، الوزن مفعول، الدلالة اسم يدل على الحدث ومن وقع عليه الفعل على وزن مفعول. هناك الفعل والوزن والدلالة في الجدول. تأمل معي هذه الكلمات: مطلوب، مصنوع، مكتوبة، مسرورة. هذه الأسماء كلها يا أبنائي نسميها باسم المفعول. هيا ننظر معا إلى الجملة الواردة في الجدول واحدة تلو الأخرى. الجملة الأولى: الاحترام مطلوب. نريد الآن أن نستخرج الفعل من كلمة مطلوب، مثلاً فسنقول طالب. هل تأملتم؟
هذا الاسم مشتق من فعل طالب. وما وزنه؟ كما عرفنا أن كلمة طالب جاء على وزن فاعل وهو ثلاثي. أما الوزن مطلوب فهو مفعول. أبنائي الأعزاء، تأملوا الجملة الثانية. الأثاث مصنوع. نريد الآن أن نستخرج الفعل من كلمة مصنوع، مثلاً فنقول صانع. هل تأملتم؟ هذا الاسم مشتق من فعل صانع. وما وزنه؟ طبعاً تبنى هذه الكلمة على وزن مفعول. وننظر الآن إلى الجملة الثالثة. الرسالة مكتوبة. وكلمة مكتوبة في الجملة الثالثة نقول هذا من فعل كتب. هل تأملتم؟ هذا الاسم مشتق من فعل كتب. الآن نريد أن نأتي بالوزن من كلمة مكتوبة، وهي على وزن مفعولة لأنها مؤنث. وأما في الجملة الرابعة، اليتيمة مسرورة. كلمة مسرورة تصاغ من فعل سر، والفعل سر على وزن فاعل، ومسرورة على وزن مفعولة. أيها أحبائي الأعزاء، بعد فصل قصير سنقوم ببعض التدريبات المتعلقة، إذن ابقوا معنا. علينا أن نقوم ببعض التدريبات والتمرينات. لماذا؟ طبعاً لأن هكذا الحياة، الحياة مليئة بالامتحانات، ومن الامتحانات نتمكن أن نعرف أي واحد منا أحسن فهماً. والدرس بدون تدريبات لا فائدة له. التدريبات مهمة جداً لمعرفة مدى فهمكم لموضوعنا اليوم. هل أنتم مستعدون؟ أرجو أن تكونوا مستعدين بالدفتر والقلم لكتابة كل الأسئلة والتدريبات. الآن تعالوا معي لنقوم بالتدريب الأول. السؤال هو: عين اسم المفعول في الآيات التالية مع الإتيان بفعله. قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سورة المعارج. نجد في هذه الآية كلمة محروم على وزن مفعول، هو إذن اسم المفعول. وما فعله؟ وفعله حرام.
وهذا من الفعل الثلاثي المجرد. هل لدينا اسم المفعول الآخر في تلك الآية؟ نعم، نجد كلمة معلوم على وزن مفعول وفعله عليم، وهو كذلك من الفعل الثلاثي المجرد. ثانيا، قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صدق الله العظيم. انظروا وتأملوا جيدا، هل يوجد اسم المفعول في هذه الآية؟ موجود. كلمة المبثوث جاءت على وزن مفعول، فهو اسم المفعول وفعله هو بث. ولدينا اسم المفعول الآخر، وهو كلمة المنفوش وفعله نافاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نركز إلى كلمة على وزن مفعول في الحديث، موجود أم لا؟ أحسنتم، نعم، وجدنا كلمة مسؤول على وزن مفعول، وهذا هو اسم مفعول وفعله هو سأل. طلابي وطالباتي الأعزاء، ما زلتم معي؟ الحمد لله. لننتقل الآن إلى التدريب الثاني. السؤال هو: استخرج اسم المفعول من العبارات الآتية ثم أذكر وزنه. الجملة الأولى هي: تتحلى اليتيمة بالأخلاق المحمودة. أين اسم المفعول في الجملة؟ نعم، كلمة المحمودة هي اسم المفعول في الجملة، وهو يصاغ من فعل ثلاثي حميدة، ووزنها هو المفعولة. لماذا نجد التاء المربوطة في آخره؟ نعم، لأنها تأتي مؤنثاً. هيا ننظر إلى الجملة الثانية: يعطي الغني المأكولات والمشروبات للفقراء. أين اسم المفعول في الجملة؟ نعم، كلمة المأكولات وكلمة المشروبات هما اسم المفعول في الجملة، ووزنهما هو المفعولات. فاسم المفعول المأكولات يصاغ من فعل ثلاثي أكل، ويأتي في حالة الجمع، وكذلك باسم المفعول المشروبات، فهو يأتي في الجملة في حالة الجمع، ويصاغ من فعل ثلاثي شاريبا. في الجملة الثالثة:
الحق صوته مسموع. أين الاسم المفعول في الجملة؟ نعم، كلمة مسموع هي اسم المفعول في الجملة، وهو يصاغ من فعل ثلاثي سامع، ووزنها هو المفعول. في الجملة الرابعة، تباع الآلات المستخدمة لإصلاح السيارة في الورشة. أين اسم المفعول في الجملة؟ نعم، كلمة المستخدمة هي اسم المفعول في الجملة، وهو يصاغ من فعل غير ثلاثي استخدم، ووزنها هو المستفعل. لماذا نجد التاء المربوطة في آخره؟ نعم، لأنها تأتي مؤنثا. الجملة الأخيرة، القائد المرسل إلى أرض العدو شهيد. أين اسم المفعول في الجملة؟ نعم، كلمة المرسل هي اسم المفعول في الجملة، وهو يصاغ من فعل غير ثلاثي أرسل، ووزنها هو المفعل. أبنائي الأعزاء، سأعطيكم الواجب المنزلي. اكتبوا هذا الواجب في كراستكم ثم قدموه إلى مدرس اللغة العربية في مدرستكم. استمعوا جيدا. السؤال يقول: ضع اسم المفعول من الفعل كتب ودرس ومنع واستغفر ونظم في جمل من تعبيرك. السؤال الثاني: أكمل الجدول الآتي. الفعل نوعه اسم مفعول. الفعل قرأ، ضرب، سامح، استغفر، نظم. قبل أن ننهي درسنا اليوم، تعالوا نتذكر مرة أخرى النقاط المهمة عن اسم المفعول. أولاً، اسم المفعول هو اسم مشتق الذي يدل على الحدث ومن وقع عليه الفعل. ثانياً، يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. ثالثاً، يصاغ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي على ما يلي: أولاً، نحول الفعل غير الثلاثي إلى فعل المضارع. ثانياً، نحول الياء المضارعة إلى الميم المضمومة مع فتح الحرف ما قبل الأخير. رابعاً، اسم المفعول يؤنث ويذكر، وكذلك يأتي مفرداً ومثنياً وجمعاً. الحمد لله، وصلنا إلى نهاية الدرس، وبكل أمل أن تعم الفائدة عليكم. أكتفي بهذا القدر
وحتى نلتقي في حلقة قادمة، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء.